الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، أبدع الله تعالى الكون وجعله متسع الأرجاء وبث فيه من العوالم ما ليس له انتهاء، وأحاط علمه بكل الكائنات والأشياء، فلا يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا يطلع أحد على غيبه إلا بما شاء. قال سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وإن الإيمان بالغيب أصل من أصول الإيمان وسمة من سمات المتقين. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقد أوحى الله سبحانه في القرآن الكريم إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بأنباء غيبية ما كان يعلمها هو ولا قومه من قبل، ليشد من أزره ويقوي حجته ويزيد في صبره. قال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقص القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم أنباء المرسلين تثبيتا له وعظة للمؤمنين. قال تعالى: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. كما ذكر القرآن الكريم بعض ما سيقع من غيبيات كمشاهد من يوم القيامة وما فيه من أهوال. قال عز وجل: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ليستعد المؤمن للقاء الآخرة بأحسن الأعمال وشريف الخصال. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه أصحابه رضي الله عنهم لذلك. فعن أنس بن مالك أن أعرابيًا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. أيها الموحدون، والإيمان بالغيب يورث في قلب المؤمن خشية الله تعالى،
في سره وعلانيته، فيحافظ على الطاعات والعبادات، ويحرص على تزكية النفس وإخلاص النيات. قال تعالى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. فمن خشي ربه بالغيب وآمن بما أخبر به من جنة ونار ونعيم وجحيم وثواب وعقاب، استقامت جوارحه وحسنت سريرته وأناب قلبه وصفت نيته وكانت في الجنان منزلته. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وإن العبد الذي ترسخ الإيمان في قلبه يوقن بأن ما قدره الله سبحانه له من خير أو شر غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهو خير له في كل حال. فقد يكون الخير فيما يكره الإنسان، وقد يكون الشر فيما يحبه. قال سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيا من أصابته سراء لا تغفلن عن شكر ربك، فقد يأتيك الغيب بالمزيد من النعم والعطاء. ويا من أصابته ضراء اصبر، وما صبرك إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فارض يا عبد الله بما قدر الله تعالى واختاره لك في علم الغيب، فإن الخير فيما اختاره الله. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. اللهم اجعلنا للغيب مؤمنين، وللصلاة مقيمين، ومما رزقتنا منفقين، وأذقنا حلاوة الإيمان حتى لا نحب تأخير ما قدمت ولا تعجيل ما أخرت. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وعلى كل من سار على نهجه ونسج على منواله إلى يوم الدين. أيها الإخوة، اعلموا أن مما يتنافى مع إيمان المسلم بالغيب ذهابه إلى العرافين والمشعوذين الذين يدلسون على الناس أمرهم ليأكلوا بالباطل أموالهم، بدعوى معرفتهم للغيب ولا يعلم الغيب إلا الله. فاحذروا يا عباد الله من الذهاب إلى هؤلاء الدجالين، وتعاونوا مع الجهات المختصة في الإبلاغ عنهم، فإنهم خطر على المجتمع والدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوماً. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا،
وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدميره تدبيرا، ورد كيده في نحره، وسلط عليه سيف انتقامك يا جبار. اللهم عليك بكل من آذى المسلمين، اللهم عليك بكل من آذى المسلمين، اللهم عليك بكل من آذى المسلمين. اللهم شل أركانه، اللهم شل أركانه، اللهم شل أركانه. اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله لمن خلفه عبرة وآية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك المغفرة والثواب لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولكل من عمل فيه صالحا وإحسانا، واغفر اللهم لكل من بنى لك مسجدا يذكر فيه اسمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.